عادي يا طب يا جماعة هاي النوع اللي قبليها المسائل هاي كأننا ضربنا خلاص بالمرافق كأننا ضربنا ايش؟ بالمرافق يعني جاهزة هاي رقم واحد مثلا نهاية عطول واحد ناقص جتا تربيع سين على سين تربيع سين تؤول إلى صفر هاي متطابقة جاهزة متطابقة جاهزة واحد ناقص جتا تربيع جيب تربيع واحد ناقص جتا تربيع جيب تربيع إذا صارت سين تؤول إلى صفر جيب تربيع سين على سين تربيع خلاص خلاص اللي مقسوم جاهز طب يطلع الجواب كم واحد تربيع نسوي إيش واحد ماشي سهلة فيها مشكلة يبقى هاي مضروبة جاهزة بالمرافق بس انت عليك وعلى المتطابقة طب ناخذ رقم اثنين رقم اثنين نهاية برضو سين تؤول للصفر قاطع تربيع سين ناقص واحد على سين تربيع طيب قاطع تربيع ناقص واحد ضل تربيع قاطع تربيع ناقص واحد ضل تربيع سأحط واحد على السيرة نهاية سين تؤول للصفر اللي هي بتصير ضل تربيع سين على سين ايش؟ تربيع اللي هي نهاية ضل سين على سين الكل تربيع تربيع يطلع الجواب واحد تربيع يسوي ايش؟ واحد طب انت استاذ هذيك عملتها بسرعة عشان ما انا هاي بهورتها جدا يعني عشان انا كنت اخذت واحد على السريع يعني ايوه اه ما عارف ذكر يعني تحول ذكر وانثى طيب ذكر اسمع خلص هاي ثلاث رقم ثلاثة يا جماعة خلينا نزل تحت شوية فوق نهاية خمسة سين ضل اثنين سين على جتا تربيع اثنين سين ناقص واحد وسين تقول لصفر طب يكون عندك حساسات شغالة دائما هاي المتطابقة وين؟ جتا تربيع ناقص واحد جتا تربيع ناقص واحد سالب جيب تربيع جتا تربيع ناقص واحد سالب جيب تربيع كنت عارف بس بختبرك خلاص طيب ماشي خلص الله يخصم لك حاليا ماشي ماشي لا تخصم لي صحيح لك اثنين سين جتا تربيع ناقص واحد جيب تربيع اثنين سين سالب سالب انا كنت بختبرك شوف هسه بقسم البسط والمقام على ايش؟ على شو اسمه سين على سين تربيع واضحه ولا مش واضحه يا جماعه؟ سين تربيع طيب بتصير نهايه سين تؤول للصفر البسط لما تقسمه بصير 5 سين ضل 2 سين على سين على سين هاي سين وهاي سين هاي سين هاي سين بغير الهاي جيم هاي سين وهاي سين طيب سالب هسه جيب تربيع 2 سين اللي هي جيب 2 سين جيب 2 سين او مع سين تربيع خلص لا ما هو في ناس بس تقسم على سين تربيع على طول بتطير السالب والاثنين بتضلها 2 وبنسى التربيع احنا عم خلينا شوي شوي بدنا العلامات ولا بدنا الفلسفه؟ فلسفه ايه فلسفه طبعا اكيد 5 سين على سين 5 ضرب ظل 2 سين على سين 2 السالب تنزل جيب 2 سين على سين سالب 2 ضرب برضه 2 هاي 2 مع 2 يطلع ايش الجواب سالب 5 على 2 كله بيطلع لك اياها 5 على 2 لو سبتكم بتطلع 5 على 2 5 جايز نشوف يعني السالب هاي اكيد طبعا طب ماشي هاي رقم 3 روح لرقم مين رقم 4 طلع طعجت وهو قاعد طعجت عبقري في الرياضيات انا واحد انا يزن يزيد وزن يزيد اذا ما اقسم بالله اختمت في اسمك لا يزن احنا طيب أربعة أربعة نهاية فوق في مطار واحد ناقص جتا تربيع خمسة سين على قاطع تربيع ثلاثة سين ناقص واحد وسين تقول للصفر مش مستاهلة كتابتها هاي واحد ناقص جتا تربيع جيب تربيع خمسة سين خمسة سين على دل... قاطع تربيع ناقص واحد ضل تربيع ثلاثة سين ضل تربيع ثلاثة سين نهاية وسين تقول إلى صفر يعني شو بيطلع الجواب خمسة طيب؟ ثلاثة تربيع خمسة يعني كم؟ يعني 25 على 9 25 على 9 طب ماشي نقسم البسط والمقام على ايش؟ على سين تربيع لازم هسه بتطلع واحد وهتطلع الجواب على السريع
يبقى هون جيب 5 سين تربيع، جيب تربيع 5 سين اللي هي جيب 5 سين، جيب 5 سين قسمها على سين تربيع اللي هي سين سين، ظل تربيع 3 سين اللي هي ظل 3 سين، ظل 3 سين على سين سين. بقول لك ليش انا بضل اكتب هيك زي العهد. جيب 5 سين على سين 5، جيب 5 سين على سين 5 على ظل 3 سين على سين 3، هون ايش 3، اطلع الجواب ايش 25/9. في ناس بتسوي زي هيك يا جماعة، في ناس بتسوي زي هيك، نهاية جيب 5 سين على سين على ظل 3 سين على سين، الكل ايش هون حط تربيع وتربيع. شو بيعمل؟ بشيل التربيع مع التربيع. ايه شو كذا؟ ايوه مش التربيع مع التربيع. طب بصير 5 على 3. اه غلط، ما هي فاش غلط، بقول لك كم 6 غلط صح؟ اه غلط والله صح. طب ما عادي، طب ما هي بتطلع 5 على 3. ما احنا عارفين بس مبسطها، احنا ما بدناش مبسطها، احنا بدنا لا عادي. طب ما هي بتطلع، هاي بتطلع مبسطة جاهزة. لا استنى 5 على 3، وهي لما ببسطها جذر جذر يطلع ايش؟ 5 على 5 على 3 صح. غلط يا ابن الحلال، فحدا ببسط بياخذ جذر لاني هو جذر لاني انا عارف، بس يعني انا كل ما احكي شيء صح انا بشوفك اذا ما لحق انا غلط غلط هاد مش صح يا جماعه. وقت بسط بياخذ جذر 25 5 جذر 9 3 نحكي على 2 على 2، وهذا الحكي برضه غلط. هذا الحكي ايش غلط، ما بصير شيل تربيع من هون مع تربيع من هون صح. شايف اللي بيجي يتفلسف بيوقع. لا احنا خلينا طريقه العهد تبعتنا احسن لنا، بس هي طريقه العهد بتقدر يعني تحسن منها، يعني الواحد يحسن بتقدر، بس دير بالك اوعى تشيل ايش تربيع مع ايش مع تربيع، وبعدين 25 على 9 مبسط احط جذر جذر. لا عليك والله استاذ اني عارف غلط، بس انت كل ما احكي صح بتحكي غلط، كل ما احكي غلط خلص حقك عليك. قلت بدي احول هذه وخلص، اعتبرها خلص قبل التحويل، قبلنا تحويلها. طيب والله هاي تحت اسم طويل، انا ما بحبش الزين. طيب يا جماعه نجي ايش لرقم 5 اخر واحدة، هيا مكتوبه رقم 5، هيا ايش مكتوب، انتبه رقم 5 وين المتطابقه؟ اللي هي جت واحد تربيع السين، هيها ضبطناها. عندك هون واحد ناقص جذر تربيع سين، هاي يا جماعه واحد ناقص جذر تربيع زي ما كان، واحد ناقص جذر تربيع جيب تربيع، واحد ناقص جذر تربيع جيب تربيع، يعني هاي صارت هيك نهاية سين تؤول للصفر. ها واحد ناقص جذر تربيع جيب تربيع سين، وعندي كمان زائد جيب 5 سين ظل 2 سين، وتحت شوفي سين تربيع. هسا هاي رجعت للنوعيه الاولانيه، بقسم البسط والمقام على ايش؟ سين تربيع. هون تقسم جاهز هيو على سين تربيع. فباخذ انا جيب تربيع مع سين تربيع واحد نهايه سين تؤول لصفر، هي جيب تربيع على ايش؟ على سين تربيع زائد جيب 5 سين ظل 2 سين برضه على ايش؟ على سين تربيع. على سين تربيع بيطلع الجواب 10. طبعا هذا التربيع جيب سين بيطلع الجواب واحد ايش؟ واحد تربيع زائد 11. هان جيب 5 سين، طبعا السين تربيع كانه هون سين وهون ايش؟ سين، فبيطلع 5 ضرب 5 ضرب 2 يطلع الجواب عندك 5 في 2 10 زائد 1، الجواب بيطلع ايش؟ 11. سهله يا جماعه. اذا صاروا كم نوع لحد الان احنا ماخذين؟ 14. لا واحد ضرب النوع الاولاني اللي هو القسمه على القسمه، قسمه البسط والمقام، قسمنا على سين وقسمنا على سين تربيع وقسمنا على سين تكعيب. النوع الثاني اللي احنا اخذناه اللي هو مرافق، بعد المرافق شو بيجي يا جماعه؟ متطابقه وبعدين ايش؟ نظريه. مرافق متطابقه نظريه، وحكينا فيها ملاحظه. ايش الملاحظه اللي حكيناها؟ اعاده التعريف. هان 0 باي على 2 باي 3 باي على 2 و 2 باي، هيك يمين هيك شمال، هيك يمين هيك يمين عكس يمين هيك شمال هيك شمال هيك شمال، وحسويناها اللي هي الصفر من يمين. طيب النوع الثالث اللي اخذناه اللي هو النوع هذا، بلشنا من عند مين؟ من عند المتطابقة. تنتبه لانه في المتطابقة بس انت استخدمها، يعني ما تضرب بالمرافق على السلامة تطلع ايش؟ تطلع معك. ماشي يا ابراهيم؟ معي؟ مفهومات؟ مفهومات الثلاث انواع هذول لحد الان؟ اوكي سهلات؟ اوكي طيب خلص اطلعوا ايش؟
خلاص ايش نكمل المره الجايه بس انا تصور في المدرسه انت بس الاول علمي.